السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نناقش فيها البيان السعودي وكيف تعاملت الحكومة اليمنية معه، ونحاول قراءة ما بين السطور. قالت المملكة العربية السعودية أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد تهديدا لأمن واستقرار أراضيها والمنطقة، وأكدت في بيان صدر عنها أمس موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد، رافضة القبول بأي تصعيد عسكري أو فتح معارك جانبية. وأعلنت ضرورة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفض الاشتباك ووقف إطلاق النار وأي انتهاكات أو ممارسات تمس حياة الشعب اليمني، وشددت على ضرورة استعادة الحكومة للمعسكرات ومقرات الدولة العسكرية والمدنية وانخراط الحكومة والمجلس الانتقالي فورا في حوار جدة. من جهتها رحبت الحكومة اليمنية بالبيان السعودي، وعبرت في بيان لها عن الاستعداد الكامل لما دعت إليه السعودية فيما أسمته تصحيح المسار وضمان عدم الخروج عن أهداف التحالف. في حلقة اليوم من زوايا الحدث نحاول قراءة ما بين السطور لهذا البيان من حيث الأبعاد والمقاصد، لكن قبل البدء بالنقاش نشاهد سويا هذا التقرير. قالت المملكة العربية السعودية إن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد تهديدا لأمن واستقرار أراضيها والمنطقة، ولن تتوانى عن التعامل معه بكل حزم. وأكدت في بيان صدر عنها يوم أمس موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها. بالمقابل رحبت الحكومة اليمنية بالبيان السعودي، وعبرت عن استعدادها الكامل لما دعا إليه البيان السعودي في سياق ما أسمته تصحيح المسار وضمان عدم الخروج عن أهداف التحالف. أكثر من ذلك، وصف مدير مكتب رئيس الجمهورية البيان السعودي بالحصيف والحكيم والقوي، وقال إنه يعكس حرصاً كبيراً على رأب الصدوع وإصلاح المسار. مراقبون رأوا أن البيان السعودي تعمد تجاهل جذر المشكلة وحصرها في الإطار المحلي، متجاهلاً التأثير المركزي التخريبي لدولة الإمارات، وأنه خطوة مساومة لأي عمل خارج أطار التحالف أو إعادة الشرعية. المجلس الانتقالي الآن في عدن يبدو أنه لا زال حتى هذه اللحظة لم يفهم الرسالة، وأنا أقولها بكل وضوح، تكرر الرسائل. هناك من يحاول أن يوعز الأمر إلى دولة أو ما شابه ذلك، أو من يقف معاه خارجيا، هل الأمر لا يهم التحالف؟ نعم. ما يهم في الموضوع بأكمله أو برمته هو تحرير اليمن، سواء كانت عدن أو صنعاء أو حضرموت أو مارب أو الضالع أو غيرها. ما نلاحظها الآن، يعني بصراحة نلاحظ حتى أيضا بعد التحركات في مارب
وكأنها يعني تريد أن تلعب أو أن تعمل فوضى أخرى في داخل المحافظة من أجل دعم ما يسمى المجلس الانتقالي. أعتقد بأن المجال غير مفتوح لهؤلاء للعبث في اليمن. طيب يعني سيد سلمان، لا نستطيع الحديث هنا عن الانتقالي في مسألة قرار ما حدث مؤخرا في الجنوب، يعني الأمور باتت واضحة. نعم. الانتقال هو منفذ لتوجيهات وليس هو من يعني قرر ما آلت إليه الأمور مؤخرا في جنوب البلاد. صحيح، لكن أنت لو نظرت لبيان التحالف سواء ما يحدث في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب، يعني أو سيؤثر من الأخير على أمن واستقرار المنطقة أو المملكة العربية السعودية. نعم. فلذا لن يسمح به بتاتا. يعني هذه لكن أنت قلت سيد سلمان بأن المجلس الانتقالي يبدو أنه لم يعي بيانات السعودية بعد، سواء البيان السابق أو الأخير. هنا يعني أنت تخاطب مباشرة الانتقالي، بينما لو أتينا بشكل أدق يفترض أن هناك دول هي من يجب أن تعي هذه البيانات. ما في شك بأن يعني أنا كلامي واضح وصريح، المجلس الانتقالي سواء أكان بمجرد ذاته أحدث هذه الفوضى أو بدعم خارجي، أنا أعتقد بأن يعني لو كان يعني كما يقال أو يشاع بأن هناك دولة أو دول معينة تدعم هذا المجلس الانتقالي وكانت ضمن التحالف لما صمتت ولا خرجت من التحالف، ولكن هذا دليل قاطع أن سيد سلمان الأمر لم يعد شائعات هنا. سيد سلمان الأمر لم يعد شائعات. نعم. هناك قصف واضح ومساندة بطيران، وهناك يعني مساندة عبر ما يكتبون من خلال يعني صفحاتهم في تويتر، يؤكدون تماما بأنهم هم من يتبنون ما يحدث في جنوب اليمن، الإماراتيين تحديدا يعني نقصد بهذا الأمر. عموما يعني دعنا بما انك اوضحت هذه النقطه، دعني اشير الى نقطه يعني هامه. انت تعرف ان اليمن من قبل، من حتى ايام الرئيس الراحل علي عبد الله صالح رحمه الله، لم يكن مستقر. كانت القاعده تعمل وتعبث وتذهب، وكان اليمن يعني ارض خصبه لتواجد القاعده، فما بالك بعد هذه الاحداث والتطورات. الحوثي الذي هو زعيم العصابات الانقلابيه في اليمن هو راس الفتنه وراس الارهاب او عماد الارهاب. الآن ما يحدث سواء في عدن أو في غيرها هناك عناصر إرهابية. الإمارات صرحت، وأنا أسيق هذا الكلام من مصدر المسؤول، أنا لا أريد أن أتكلم بكلام أشخاص غير مؤهلين أو أشخاص غير مهمين أو شخصيات غير إخبارية، أنا أخذ الكلام من السياق الرئيسي. قيادات إماراتية مسؤولة تكلمت ووضعت الأمر بأن هناك عصابات إرهابية خارجة عن المسار، وكان المراد تهديدها سواء كانت في الجيش الوطني أو في غير الجيش الوطني، المهم أن هناك عناصر إرهابية تريد أن تثير الفتنة في عدن، فأوضحت الإمارات هذا المنطلق. أما ما يحدث في المجلس الانتقالي، يعني ما طلب من المجلس الانتقالي أن يعود إلى طاولة الحوار، أعتقد أن الشرعية أمرت الحوار معه، وأنا من وجهة نظري أن رأيها صحيح. يعني كنا بالأمس نرفض الحوار مع الحوثي أو ترفض الشرعية الحوار مع الحوثي، وفجأة قبلت بالحوار معه. الآن المجلس الانتقالي يريد أن يضع له بصمة ويقول أنا هنا اعملوا حوار معي، غير معترف له كلام بعيد ولن يقبل، ولا والتحالف لن يقبل، لا المجلس الانتقالي ولا من معاه أيضا لن يقبل حتى وإن كانت دول. يعني أنا أعلنها الآن صراحة، لو كانت هناك دولا تدعم المجلس الانتقالي في عدن في ظل هذه الظروف قبل تحرير اليمن، فإن التحالف لن يصمت عنها وسيستمر في الهدف الرئيسي وهو تحرير اليمن كاملة، ونزعه من بين أنياب الحوثيين وإعادة الشرعية. لن يقبل العبث باليمن أو استقراره، والذي سيشكل بصراحة مخاوف للمنطقة سواء كانت دول معروفة أو غير معروفة. التحالف أمامه هدف واحد فقط هو إعادة الشرعية. من يحاول الآن أن يخرج وأن يعمل لنا فيها فتوة وعنترية ويقول أنا أعمل مجلس انتقالي في عدن، لماذا لم تعملها لما كان قبل عاصفة العاصفة؟ لماذا لم تظهر ظهور الرجال أنت ومن يقف معك قبل انطلاق عاصفة العزم في 25 مارس 2015 وتعمل العنتريات اللي تعملها الآن؟ أما الآن الأمر غير مقبول منك تعمل لي بعد ما تتحرر اليمن كاملة وتعود الشرعية، اعمل ما شئت. هذا الأمر في الأخير يبقى قرار يمني
لكن الآن الشرعية هي طلبت من دول التحالف وعلى رأس المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات إعادة الشرعية. أعتقد بأننا الآن شركاء جميعا في التحالف في إعادة الشرعية. نعم، إذن جميل، تكرم بالبقاء معي سيد سلمان. دعنا نشرك في الحديث معنا، سينضم إلينا المحلل السياسي سيد إبراهيم القطيبي، سينضم إلينا من نيويورك. سيد إبراهيم، أسعد الله مساك بكل خير. قعدت بي، أهلا وسهلا ويا مرحبا بك وبمشاهدي. المعذرة، هو فقط يعني لم نركز جيدا على الاسم إبراهيم القعطبي، حياك الله. سيد إبراهيم، يعني هناك بيان مؤخرا للمملكة العربية السعودية، يعني كيف تقرأ هذا البيان؟ هو بيان يعني مجرد ذر الرماد على العيون. ربما صدمت السعودية بأن هناك موقف يمني لا يقبل بالتفاوض مع هذه الميليشيات الانقلابية، وكان واضحا أن هذه هي آخر ورقة تملكها الحكومة الشرعية. إذا سلمت بها فهذا يعني أن الشرعية ستنتهي فعليا شمالا وجنوبا. والمعضلة الأخرى هو أن السعودية تعرف منذ سنوات أن الإمارات والسعودية نفسها تقوم بإنشاء ميليشيات وتمويل هذا المجلس. ما قاله ضيفنا إبراهيم القعطبي، يعني السعودية يقول بأنها طرف فيما يحدث حاليا في الجنوب، كونها يعني سمحت لأن تبنى هذه التشكيلات منذ أن بدأت المعركة في اليمن، والتي في نهاية المطاف انقلبت على الشرعية. وأيضا لأيضا يعني مواقف السعودية السابقة سواء في الماضي أو حاليا مؤخرا، يعني كلها تسير في ذات السياق. والله اسمح لي أضع النقاط على الحروف. أنا والله يعني بصراحة لا أحب أن أخوض أو أدخل في مجادلة مع شخص في أمريكا والحرب في اليمن، فأنا قريب من الحدث. هو قد يتكلم من أمريكا، قد لا يعلم ما تدور في الأفق. يا سيدي، أولا عندما يحمل السعودية يقول لماذا تسمح السعودية بما يحدث في عدن؟ طيب أنت يا سيدي إبراهيم القعطبي، لماذا سمحت لإيران تدخل بلدكم؟ يعني لماذا سمحت للحوثي أن يسيطر عليكم ويكسر قوانينكم ويوقف مجلس النواب ويعمل كيفما شاء ويعبث في البلاد والعباد؟ أنا بسألك أنت، كيف سمحت للحوثي؟ هذا جانب. أما أن تتحمل المملكة العربية السعودية كل ما يحدث في اليمن، المملكة احترمت الجيرة وأتت وفق طلب شرعي من رئيس كان معترف به، هي لم تدخل عنوة ولا لم تدخل قوة. هذا أولا. الناس يتحدثون سيد سلمان بأن المملكة اليوم تحتجز هذا الرئيس ولم تسمح له بالعودة إلى البلاد منذ يعني أن استقرت الأوضاع في بعض المحافظات، ولكنها يعني كما يتحدث الكثير بأنها تحتجز هذا الرئيس ولا تسمح له بالحركة والتنقل والعودة إلى البلد.
طيب ابشر، طيب اعطيني مجال اكمل سيدي. تفضل. بالنسبه للكلام الاخر اللي هو المملكه العربيه السعوديه المؤامره او ما تلا ذلك، احنا دائما نسمح من سنوات طويله يا سيدي بان المملكه العربيه السعوديه تحاكي مؤامرات ضد اليمن وتعمل وكان المملكه العربيه السعوديه لا تنام الليل ولا تعمل في النهار الا في اليمن. يا اخي هذه دوله كبيره لها مكانتها واعتباريتها، وهي ليست الدوله الهامشيه المملكه العربيه السعوديه. المملكه العربيه السعوديه تمد جسور علاقات اخويه مع اليمن، لكن للاسف لم تقدر ولم تحترم. المملكه العربيه السعوديه تتعامل مع اليمن كدوله جاره وشقيقه. يا اخي اسمعنا، معنا الامارات، معنا عمان، معنا سلطنه. تسمي هذا الأمر؟ أين السعودية مما حدث؟ طيب بما أنك سألت، طيب بما أنك سألت، هذه التشكيلات التي حدثت في اليمن، هذه التشكيلات ليست التشكيلات الأولى يا سيدي، كما تعلم قبل كده حصل أكثر من تشكيلات وحصل أكثر من تجمعات وأكثر من إعلانات نسمعها من داخل اليمن منذ الانقلاب على الشرعية في 2014 للحوثيين. هالكلام ليس جديد. هو تأسيس النخب والأحزمة جاءت بالتوازي مع وصول التحالف وتأسيس الجيش الوطني أيضا في عام 2015، يعني هناك يعني أسست الأحزمة ويعني النخب وكان التأسيس بالتوازي مع تأسيس الجيش، بالتالي يعني كل ما حدث بإشراف التحالف والنتيجة معروفة مؤخرا. معليش بس اسمح لي، اليمن ليس على قلب رجل واحد يا سيدي. اليمن عباره عن مجموعه من الاحزاب. اليمن بلد ديمقراطي، لديه مجموعات كبيره جدا من يعني حزب الاصلاح، حزب التجمع اليمني، حزب وحزب، مع الاف الاحزاب. اضف الى ذلك بان هناك ما يزال من بقايا الوحده اليمنيه الشمال والجنوب. هناك لا تزال خلافات قويه تعود الى اكثر من 30 سنه كما تعلم يا سيدي. انا لا يجب ان يزجر المملكه العربيه السعوديه في هذا الجانب. المملكه العربيه السعوديه لماذا دخلت اليمن الان؟ دخلت ضمن التحالف وفق طلب من الرئيس الشرعي عبد الرب وهادي منصور. ما هو الهدف الاسمى الرئيسي؟ هو اعاده الشرعيه. ما يحدث الان في عدن هو ليس وليد اليوم. عدن شهدت في العام 2016 مجموعه كبيره من الاعمال الارهابيه، يعني ألم يقتل أكثر من 21 إمام وخطيب جمعة في عدن في العام 2018؟ 2017 ألم يقتل أكثر من 37 ضابط برتبة كبيرة؟ إذا ما يحدث في الجنوب في عدن تحديدا هي أعمال إرهابية. نعم، إذا جميل سيد سلمان، سأناقش معك الكثير من التفاصيل ولكن سأعود إليك. دعنا أذهب لي أو نذهب لضيفنا الآخر المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم، يعني من وجهة نظرك البيان السعودي الأخير، هل يعني محاولة احتواء جديدة أم جرعة تخديرية إضافية، يعني لو صحت التسمية؟
سيد إبراهيم هل تسمعني؟ يعني كل ما حدث او يحدث في عدن نلقى من يحاول ان يثير موضوع صعده والحدود السعوديه والتجاوزات. اما من حق المملكه العربيه السعوديه ان تقول نحن كعصب الكف الواحد مع التحالف، ونحن امام العالم مع التحالف ومع الحق ومع اعاده الشرعيه، لكن في المقابل لن نقبل المهزله بالعبث بالحدود المملكه العربيه السعوديه او امنها او استقرارها او محاوله تهديدها. انا انت كما تعلم ارسل على المملكه العربيه السعوديه اكثر من 230 صاروخ يا سيدي، كما ارسل عليها عدد كبير من الطائرات المسيره التي تعمدت اصابه الاعيان المدنيه سواء المطارات او المستشفيات او اماكن التكتلات السكانيه. فلذا من حق المملكه العربيه السعوديه ان تدافع عن نفسها في المقام الاول قبل التحالف، هذا امر محتوم. النقطة الثانية التي أود أن أشير إليها يا سيدي بأن دائما نلاقي بعض الإعلام أو قنوات الجهات الإعلامية المعادية أو غير المعادية التي تدعي الحيادية وهي كاذبة تحاول أن تلعب على أمن المملكة وأن هذه العصابات ستتجه إلى الحدود وستعمل قلق المملكة العربية السعودية وستعمل وتعمل. يا سيدي المملكة العربية السعودية لو لم يكن هناك تحالف ستدافع عن نفسها. لدى المملكة العربية السعودية القدرة وهي قادرة أن تحمي حدها في الشمال والجنوب والشرق والغرب في آن واحد. ليست يعني كما وأنا أكرر ليست مجرد إن بيد أحد يهددها أو يعبث بأمنها. عندما وضح التحالف فأعتقد أن كان معه حق وكان يجب أن يقول مثل هذا الكلام لأن أمام المملكة العربية السعودية خط أحمر. إذن وضحت فكرتك سيد سلمان، يعني نتمنى أن يعني تحمي أمنها وأيضا تنجز ما أقدمت عليه منذ البداية في مسألة الشأن اليمني، لا أن تذهب الأمور إلى ما هي أسوأ حاليا. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي سيد سلمان عسكر، كنت معنا من مدينة أبها السعودية. وأرحب الآن بضيفي من عدن الصحفي والمحلل السياسي السيد عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد عبد الرقيب، لعلك طلعت على البيان السعودي الأخير، يعني قراءتك لهذا البيان. تحية لك ولمتابعي القناة. أهلا بك. البيان السعودي الأخير.
لا محاولة احتواء أو جرعة تخدير جديدة يمكن وصفها؟ الفترة السابقة المسار الذي سار عليه التحالف والعبث الذي مارسته الإمارات العربية المتحدة وصناعة الملشنة في عدن وفي المحافظات المحررة وتعطيل الجبهات، الأداء السابق يعني يعكس لدى اليمنيين إحباط كبير. اليوم نحن أمام بيان مضامينه قوية وتصحيحية، والمحك هو الواقع، هو التطبيق. هل سيتحول هذا البيان بما فيه من ملفات كانت مسار خلاف يبدو مع الإمارات، ملف الوحدة، ملف الشرعية، ملف الحوثيين، ملف الأطراف الأخرى، ملف الشركاء الذي شركاء الحكومة الشرعية وتدخل الإمارات في إقصاء هذا وتقريب هذا ورفض هذا. الآن لدينا ملفات واضحة، يبدو البيان الإماراتي البيان السعودي بالأمس حسمها وأكد عليها. البيان كذلك جاء منفردا باسم المملكة العربية السعودية، وعلى عكس العادة لم يتحدث عن التحالف، لم يذكر شراكة الإمارات، بما يعني إقرار صريح من المملكة العربية السعودية أنها هي صاحبة المصلحة هنا، هي صاحبة المصلحة. طيب يعني سيد عبد الركيب، ما هي خيارات المجلس الانتقالي؟ ما هي خيارات الانتقالي إذا ما وضعنا في الاعتبار يعني أن وضعنا في الاعتبار لغة القوة التي استخدمتها السعودية في بيانها الأخير، ما هي خيارات الانتقالي؟ الحديث عن خيارات الانتقالي اعتقد يعني غير صحيحه، غير دقيقه. ما هي خيارات الامارات العربيه المتحده؟ هذه ادوات صنعتها الامارات العربيه المتحده، هي التي تديرها، مولتها، سلحتها. اذا كانت المملكه العربيه السعوديه قد حسمت امرها مع حليفتها، مع شريكتها الامارات العربيه المتحده، هذه الادوات امرها سهل. ثم لا. أن المجلس الانتقالي قد كسرت هيبته في شبوة، في أبيان، في عدن، هو الآن لم يعد لديه حاضنة ولا عمق اجتماعي. الخيارات أمامه الآن هو في الزاوية، من خلال بيان المملكة العربية السعودية المجلس الانتقالي في زاوية ضيقة، الخيارات يعني بائسة. إما أن يذهب إلى الحوار الفوري كما صدر في بيان المملكة العربية السعودية، والذهاب إلى الحوار يعني التسليم المؤسسات والمعسكرات والدمج والتخلي عن الميليشيات وأن يندمج في إطار مؤسستي الجيش والأمن، وإما أن يرفض وأمامه مواجهة محسومة أو يعني خسران فيها لا يملك. وضحت الصورة. أي خيارات للنصر. أشكرك جزيل الشكر السيد عبد الرقيب الهدياني، صحفي ومحلل سياسي، كنت معنا من عدن. وأشكر أيضا في ختام هذه الحلقة أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.